لازم زي ما شاذلي بيقول نقعد نتكلم ونعمل مجهود ونتكلم، فكل واحد يتشبث برأيه أكتر فنتعصب أكتر فالصوت يعلى أكتر، ولا وقت ما تحصل مشكلة نعتزل بعض ونهدى كده علشان ما نزودش الأمور؟ لما تحصل مشكلة أكيد إحنا لازم نقعد نتكلم ويبقى نقعد على طاولة المفاوضات، يعني لازم إن إحنا خلاص هو عنده رأي وهي عندها رأي، نقعد ونحاول نوصل لحل في النص. اكيد ده مهم. امتى بنعتزل او امتى بنحاول ان احنا نفك الاطراف اما الموضوع يوصل لمشكله؟ يعني خلاص احنا مش لاقيين حلول وسط وكل واحد معتد برايه، فطب خلينا نهدى ونرجع نفكر، او نبقى في مثلا صوت عالي او يبقى في مشكله بدات تحصل او بدانا ندخل حاجات قديمه. لا ساعتها لازم نوقف نعمل بوز. الحاجات القديمه دي بتبقى لطيفه قوي دي، والله بتشعل الدنيا زياده. فاحنا لازم نقف شويه وبعدين نبقى نرجع تاني نتفاهم. في شويه حاجات مهمه جدا لازم نعملها علشان نتقي ان العند يوصلنا ان احنا نقعد اسابيع وفي ناس شهور ما بيتكلموش بسبب ان كل واحد شايف ان هو اللي صح. ده ازاي؟ انا جيت دلوقتي هنا في الدايره في النص ما بيني وما بين حضرتك مثلا، وانا كتبت رقم 7، انا شايفه 7، انت شايفه كام؟ 8. قال 8. طيب شفته 8 صح؟ انت شايفه صح؟ تحلف ان هو 8؟ طبعا. وانا هحلف ان هو 7، وفي الاخر انا صح وانت صح. انا ممكن اجي اقعد جنب حضرتك واحنا الاثنين نشوف رقم 1. هو ده بالظبط اللي انا عايزه اقوله، ان احنا في الاثنين صح بس يمكن انا مش في مكانك. طب ايه رايك لو انا قررت ان اجي ابص من عندك على الرقم، ايه ده صح، او الراجل عمل العكس جه مكانها وابتدى يفكر بطريقتها او باسبابها، لان كل واحد فينا لما بيعند على حاجه بيبقى متاكد انها صح، ده حرفيا حقيقي. فهو طب اعرف اسبابه، طب احط نفسي مكانه، ده ممكن يخلي العند يهدى كتير. يعني انا في الاخر طب ما عندها حق من وجهه نظرها وفعلا عندها حق، ما انا لو مكانها كنت فكرت كده. بس احنا ما بنعملش ده، العنيد ما بيعملش ده، انا الصح انا اللي بعمله ده وبقوله من خلال تجربتي وهو حقيقي صح، بس يمكن المكان مش مناسب، يمكن الزمن مش مناسب. يعني ساعات في قرارات كتير اللي انت بتقوله صح بس ما ينفعش حالا، يمكن قدام ينفع. والست ساعات تبقى شايفه ان لا انا ممكن اعمل ده بس مش هو دلوقتي حالا، دلوقتي حالا ممكن اعمل حاجه تانية ترضيني وهعملك اللي انت عايزه بعدين، صح؟ فاحنا ممكن مشاكل كتير قوي تتحل بشويه ذكاء مننا، ان احنا نتفاوض ونسمع بعض ونفهم بعض، بس ان احنا كمان لازم نسمع اسباب بعض. لان ساعات يبقى واحد واخد قرار مش بس عشان ده صح، عشان مر بتجربه قبل كده والتجربه دي خليته تنعكس على التجربه دي بشكل ما نتيجه خوف مثلا، ممكن يبقى في قرار لا طب ما يمكن اللي قدامي حمسني وقال لي لا وانا معاك وانا في ظهرك يلا. فلازم نسمع اسباب بعض.